بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت في الالعاب الاخرى على الساحه الرياضيه داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. الفقره الاولى من حلقتنا بتبقى زي ما حضراتكم اتعودتوا بتبقى مجموعه من الاخبار اللي تهم كل جماهير النادي الاهلي وتعليقنا عليها. النص الثاني بيبقى فقره حواريه. منذ انطلاق البرنامج من يوم الاول واحنا يعني خدنا عهد ان احنا ورا الابطال في كل مكان، وطبعا في العاب كتير مش بس كره القدم بيتم بذل مجهود كبير جدا فيها وبتاخد خطوات لقدام، وده دورنا احنا كاعلام رياضي ان احنا نحط الضوء على الابطال دي. الريشه الطائره في مصر لعبه في الاربع خمس سنين اللي فاتوا وبالاخص اخر سنتين كمان خدت قفزات كبيره، يمكن اللعبه بدات الاهتمام بيها وبدا التركيز عليها من فتره قريبه، ومع ذلك وصلنا بقينا ابطال افريقيا، وصلنا ان احنا رحنا اولمبيات، وصلنا ان احنا عندنا بنشارك في بطوله العالم، يعني بقى عندنا مجموعه من اللاعبين واللاعبات اللي خدوا خطوات وبذلوا مجهود كبير جدا سواء تخطيط من الاتحاد او من الجهاز الفني او من اللاعبين واللاعبات، كان لازم نحط الضوء عليهم. من يومين او من يعني بنقول اسبوع فازوا ببطوله افريقيا، طبعا ده حدث كبير جدا سبقنا دول كانت سبقنا من زمان، يعني سبقنا جنوب افريقيا، سبقنا الجزائر، في دول كانت يعني ليها تاريخ اكبر منا في اللعبه دي، ومع ذلك وبالجهد وبالعرق قدرنا ناخد خطوات قدام. ومنتظر يعني الاتحاد حاطط خطه انه يقدر يوصل باللعبه دي للعالميه، ومش بعيد ليه لا، يعني التايكوندو لو كنا بنتكلم على ميدالية اولمبيه كنا ممكن نقول صعب، الكاراتيه نفس الكلام، بس انت بتشتغل وبتحط خطه وربنا بيكافئ اللي بيجتهد. كان لازم يكون معانا النهارده الريشه الطائره بالرغم ان اللعبه دي مش موجوده جوه النادي الاهلي، ولكن دول ابطال مثلوا مصر الاسم الاعظم والاكبر اللي احنا كلنا بننتمي ليها وبيشرفنا لما نلاقي اسم مصر قدام. الريشه الطائره هيكون معانا احمد صلاح وجان هشام ابطال افريقيا، هيكونوا معانا في الفقره الحواريه. خلينا نعرف ايه قصه الريشه الطائره وايه بدايتها واللعيبه دي لعبت ازاي، خلينا نحط الضوء اكتر على اللعبه دي ونديها حقها لما يبذل فيها من مجهود. نرجع لحلقتنا. في البدايه طبعا بحب ابارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه والجهاز الفني كره القدم بالفوز الكبير 5-3 على نادي الزمالك اول امبارح. الحقيقه كلنا كنا فرحانين وكلنا كنا يعني حتى الان يعني 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 السعاده تغمر كل جنبات النادي الاهلي وجمهوره ايضا. بس الحقيقه انا مش هتكلم عن فنيات لان طبعا كباتننا واساتذتنا اتكلموا عن الفنيات، ويعني احنا في الاول والاخر احنا جمهور للنادي الاهلي، بس انا عايز اتكلم على مشهد معين. المشهد ده يعني لفت انتباهي واكيد لفت انتباه الكثيرين، وهو بالرغم من الفوز الكبير والعريض اللي حققه النادي الاهلي، ولكن لم نجد اي تجاوز من اللاعبين او الجهاز الفني او الاداري، بالعكس تركيز ولعب. وبالرغم من تعرض اللاعبين لبعض العنف في النهايه، شفنا الفاول اللي كان مع قفشه وغيره يعني لم نجد من لعيبه النادي الاهلي غير كل التزام، وهو ده الفارق الكبير اللي محققه النادي الاهلي واللي مخلينا سابقين بسنين كبيره جدا. بالرغم ان في اوقات ممكن يكون النادي الاهلي مش طرف وممكن يكون النادي الاهلي مش موجود، واترك لحضراتكم المقارنه، ولكن النادي الاهلي اول امبارح بالرغم من الفوز ده والفرحه الكبيره والتالق والاداء وكل شيء حاجه جميله جدا، ما شفتش مشهد واحد للخروج عن النص، وهو ده النادي الاهلي. في المكسب هتلاقي كده، وعلى فكره وفي الخساره برضو كده، وده شخصيه البطل، ان انت سواء في مكسبك او في خسارتك انت ملتزم بقيم ومبادئ اتعلمتها جوه النادي الاهلي. وخلينا اقول لكم حاجه، النادي الاهلي لو لقى اي تجاوز بيحصل دايما النادي الاهلي هو اللي بيقف، ما بيستناش حد يقول حاجه. النادي الاهلي بيحاسب نفسه قبل ما حد يحاسبه. النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي يعني الحقيقه يعني مش عايز اتكلم في الكوره، بس بتكلم على سلوكيات وانضباط واخلاق النادي الاهلي، دي اللي مخليه النادي الاهلي سنين قدام، ومش بس في كره القدم، في كل الالعاب اللي احنا برنامجنا هنا بنغطيها برضو نفس الالتزام، في المكسب او الخساره اي خروج عن النص مرفوض مرفوض مرفوض. ويعني في النادي الاهلي من نفسه بتلاقي في موقف وفي انضباط وفي، لان في كل حته في الثواب والعقاب، ولكن النادي الاهلي كان طابلوه جميل جدا مباراه اول امبارح، التزام اداء حاجه مشرفه جدا جدا. الماتش ده هيفضل محفور في ذاكرتنا سنين طويله، ولكن النادي الاهلي يعني قفل صفحه المباراه. النادي الاهلي بيعترف بالبطولات، احنا غير الاخرين،
الآخرين ممكن يحتفلوا بلعبة كويسة، بمباراة، بهدف، ولكن النادي الأهلي لا يحتفل ويبالغ في الاحتفال. ما بيبالغش يعني، يحتفل بجد إلا لما بياخد بطولة. الدوري لسه في بدايته، لسه مشوار طويل، لعبتنا مركزة إن شاء الله، عندنا مباريات جاية في الدوري، مباريات في أفريقيا، نطلع من مباراة لمباراة، ولكن الفرحة الكبيرة بتبقى مع الحصول على بطولة أو أي بطولة بناخدها، هو ده الفارق بالنادي الأهلي. ما بنفرحش يعني، ممكن الناس كلها تقعد في كعب أو الكرة اللي رفعها السلية دي ممكن نقعد فيها سنين، ولكن بسطنا وفرحنا وكل حاجة، ولكن البطولة، البطولة هي عينين اللعيبة كلها، عينيها على البطولة. يا رب إن شاء الله نتمنى كل التوفيق. وزي ما قلت لحضراتكم، إحنا في الأول والآخر إحنا جمهور درجة ثالثة لكرة القدم، معشوقة الجماهير. دي في البداية حبيت أتكلم، أروح لبرضه حاجة تخص الألعاب الأخرى، موضوع انتخابات الاتحادات الرياضية. في مجموعة من الاتحادات خلاص انتخاباتها وجدولها ومبارياتها منتظم بشكل كبير. عندنا مثلا يعني كرة السلة مثلا انتخاباتها خلصت وفازوا بالتزكية المجلس، والدوري الدوري شغال، مفيش مشكلة خالص. طيب هنيجي بعد كده دوري اتحاد زي اتحاد كرة اليد، احنا الحقيقة لغاية دلوقتي مش عارفين في انتخابات ولا لا، بس الدوري مستمر ومنتظم. في اتحادات لغاية الآن مش عارفين فيها انتخابات هتعمل ولا لا، وده مأثر بالسلب على انتظام البطولة. هناخد مثل لا حصر طبعا، مثل وهو اتحاد كرة الطائرة. اتحاد الكرة الطائرة حتى فجر يوم 5/11، حتى فجر يوم 5/11 انتخابات سنه كانت ستجرى تاني يوم، ولكن جاء خطاب الساعه 2:30 الفجر بتاجيل الانتخابات اسبوعين. طب ايه القصه عشان حضراتكم تعرفوا القصه؟ ان كابتن شريف الشمرلي والاستاذه هويده مندي جاء خطاب من الاتحاد الدولي مدعوم من الاتحاد الافريقي باستبعادهم من انتخابات الاتحاد المصري، يعني بتبسيط كده الاتحاد الدولي مش عايز هذا الثنائي ينزل الانتخابات لامور معينه احنا مش هنخوض فيها، دي متروكه لطبعا المسؤولين في الرياضه مصر قيموها. هويده مندي او كابتن هويده وكابتن شريف الشمرلي لجأوا لمركز التسويق والتحكيم الرياضي، خدوا حكم باحقيتهم في خوض الانتخابات. كده بقى عندنا يعني تضارب. الاتحاد الدولي بيقول لك انت ما تخشش، يا اما انا مش هعترف بالانتخابات. على فكره هو ده اللي اتقال كده، لو دول دخلوا انا مش هعترف بالانتخابات اللي حصلت. طبعا طالما الاتحاد الدولي ما اعترفش بالانتخابات بيكون في ازمه للمنتخب. طيب الناحيه الثانيه، انت واخد حكم مركز تسويق التحكيم الرياضي، فمن حقك جوه دولتك تنزل انتخاباتك. الموضوع شائك جدا. طب عملت ايه اللجنه الاولمبيه المصريه؟ اللجنه الاولمبيه المصريه بعتت خطاب للمدير التنفيذي للاتحاد او للجنه المؤقته اللي بتدير الاتحاد، اجلوا الانتخابات اسبوعين. طب ليه تاجلها اسبوعين؟ لان كابتن شريف الشمرلي عشان تكافؤ الفرص الراجل كان مشغول في قضيته فما اشتغلش انتخابات، والناس ما كانتش عارفه هو هيخش ولا مش هيخش، فرحلت الانتخابات ليوم 19/11 عشان تدي فرصه لكل المتنافسين يعرضوا برنامجهم على الجمعيه العموميه. السؤال هنا، هل هتجرى الانتخابات؟ طب حتى لو جرت الانتخابات هل الاتحاد الدولي هيعترف بيها؟ انا هنا الحقيقه بطرح سؤال، السؤال ده الاجابه عنده عن مسؤولين الرياضه. طيب دلوقتي احنا شفنا برضو بعض التضارب، في احكام بتطلع مركز تسويق التحكيم الرياضي بتنفذ، وفي احكام بتطلع مركز وقرارات، هي مش احكام، قرارات مركز تسويق التحكيم الرياضي بيطلع قرارات لانها تحكيم رياضي، قراراته في اوقات بتنفذ واوقات ما تنفذش، انا الحقيقه مش خبير قانون، وفي نفس الوقت في قرارات بتطلع من محكمه القضاء الاداري، يعني في امور معينه كده احنا برضو احنا مش ناس بتوع قانون، يعني ممكن نستضيف حد خبير باللوائح يقدر يفهمنا ايه القصه وامتى ده ينفذ وامتى ده ما ينفذش. فالحقيقه في لبس، واحنا مش عارفين الجهه الاداريه المختصه مين بالظبط، يعني مين اللي هيقدر يفصل في الامور دي، الدنيا فيها شويه لخبطه. طيب احنا ايه قصتنا في الموضوع ده؟ احنا مالناش يعني اي حاجه غير منتخب مصر، يهمنا منتخب مصر، وعشان منتخب مصر يبقى كويس لازم الدوري ينتظم. النهارده الطايره احنا بنتكلم 7 نوفمبر جدول دوري بتاع الطايره ما نزلش في الوقت اللي فيه المرتبط بتاع السله، خلاص هيخلص يوم 14 او 15 هيكون خلصان، يعني في بطوله خلصت، اليد شغال، ال 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 التنس الطاوله شغال، هنجيب لكم اخبار كتير، كل الاتحادات كتيره شغاله. طب الطايره موقفها ايه؟ خاصه ان احنا في اخر بطوله واخدين ثالث وعندنا ودخلنا بطوله العالم، فكده عدم انتظام الدوري ده هينعكس انعكاس سلبي كبير جدا على المنتخب. ايه القصه؟ لازم تتحل، ولازم انا يعني بقول نصيحه ان ممكن اللجنه المؤقته تعلن انطلاق الدوري بصرف النظر عن انتخابات عامه ولا لا، خلاص يعني، واللي يجي يحترم ده، يعني اللي يجي يحترم تحط نظام دوري، لان احنا اتاخرنا جدا،
اتاخرنا. وهل الانتخابات هتعمل 19 11؟ ما حدش عارف. ممكن الاتحاد الدولي يصر على رايه يقول لك لا انا رايي كده ومش هينزلوا انتخابات، وممكن انتخابات تجرى الاتحاد الدولي ما اعترفش بيها. طب ما نمشي الدوري، نشغل الدوري. فطبعا دي موضوع ازمه كبيره في كره الطائره، وفي بعض الاتحادات عندهم بعض الازمات دي، وبعض الاتحادات زي السكواش مقلل النشاط شويه بشكل كبير. يعني كان في بطوله الجمهوريه في اسكندريه هتتلعب في السكواش اخر الشهر ده، بنصف الشهر ده، اجلها لاخر الشهر عشان الانتخابات. في دربكه جامده جدا بسبب الانتخابات. والحقيقه انا مش عارف يعني هل ده صح؟ هل ده احنا دلوقتي عندنا 2024 الدوره الاولمبيه اللي جايه، هل ده مظبوط؟ هل هنخش في مشاكل زي بتاعه 2017 بتاعه الانتخابات؟ الموضوع محتاج وقفه، ومحتاج المسؤولين في الرياضه يعرفوا ايه اللي هيحصل وازاي نخرج من الازمه دي. ده كان الانترو بتاعنا باختصار. هنروح لاخبارنا، واخبارنا هتبتدي مع كره اليد للسيدات. كان عندنا مباراه مع الطيران لعبناها امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل امبارح السبت، ونجحنا ان احنا نفوز 33-25. نادي الطيران فرقه محترمه جدا. نادي الطيران عامل فرقه من صغار السن، كنا نفوز عليهم ب 33-25، ده لا يقل ابدا من فرقه الطيران، بل يدل على قوه فرقتنا. فرقتنا طبعا زي ما يعني قلنا تكرارا فازت كل بطولاتها السنه اللي فاتت، والسنه دي فازت بكل ماتشاتها. فازت على في الدوري، انت عارفين الدوري عباره عن مجموعتين، فزنا على كل ماتشاتنا في المجموعه. مركز شباب ششت، الانعام، الترسانه، اتحاد الشرطه، منوف الرياضي، الوليدي، 6 اكتوبر، سموحه، وامبارح نادي الطيران. والماتش اللي جاي عندنا مع نادي الشمس ماتش مهم جدا على قمه المجموعه. وزي ما قلت لحضراتكم ان البطوله بتتعمل بمجموعتين، هيتاهل 3 من المجموعه دي و3 من المجموعه دي. الاهلي طبعا ان شاء الله متاهل، مش دي القضيه، ولكن القضيه ان انت تتاهل اول عشان جدولك بعد كده في الماتشات يبقى جدول مريح. كابتن يحيى يوسف المدير الفني عامل شغل كويس، يعني محافظ على الفرقه. عندنا اصابات، ولكن الجهاز الفني والطبي شغال على الاصابات دي عشان نوصل في الجد الفرقه كلها موجوده. هنروح لكره السله رجال. كره السله رجال خلاص احنا بنلعب دور الثمانيه، بنلعب مع المصريه للاتصالات. كان عندنا المباراتين الاولانيين المرتبط والكبار كانت يوم الجمعه ساعه مباراه ماتش الاهلي والزمالك كره القدم. فزنا كبار وصغيرين، فزنا فريق اول ومرتبط كده. المباراه بتاعت بكره، المباراه الثانيه او العوده بكره على صاله الامير عبد الله الفيصل، هنلاعب الصغيرين الاول الساعه 4 او 18 سنه الساعه 4، والفريق الكبير الساعه 6. يكفينا الفوز في مباراه واحده للتاهل لدور قبل النهائي، مش هنفوز بالمباراتين. طيب حاجه ثانيه، المصريه للاتصالات يعني احنا طبعا كان عندنا مجموعه من الغيابات، في لعيبه راجعه من الغيابات في الشوط الاول والثاني والثالث. في المباراه اللي فاتت لعبت على المركز الاولمبي كان في عندنا تفوق شويه في الفتره الاولى والثانيه والثالثه من الاتصالات. طبعا مستر اجوستي بوش واللاعبين نجحوا يحولوا التاخر ده لتقدم، وانتهت المباراه بفوز 74-65، يعني 9 بونت، وده كان المتعودينه على الفريق. الميزه في الفريق، او خلينا اتكلم معاكم بامانه، كان ازمتنا في كره السله كانت بتبقى دايما في الثواني والشوط الاخير، دايما بيكون عندنا ازمه. يعني احنا السنه اللي فاتت خسرنا مباراتين، بطولتين مش مباراتين، منهم السوبر، منهم ماتش الاتحاد السكندري اللي كان الماتش المباراه الثالثه اللي كانت في الدوري السوبر. عندنا مباريات كتيره، وقبليها كمان مباريات كتيره ما كناش بنعرف نحسمها في الكوارتر الرابع. يعني من ضمن التغير اللي حصل منذ قدوم مستر اجوستي بوش ان استطاع ان هو يوصل بالفرقه للشوط الرابع والاوقات الحرجه والفرقه واقفه على رجليها، مفيش حد مجهد، مفيش حد بره المباراه، مفيش حد مصاب او يعني حاسس باجهاد جوه المباراه. بيوصل المباراه في الشوط الرابع بالفول باور بتاعه، بيبقى النتيجه اللي حضراتكم شايفينها دي. نيجي في الشوط الرابع الفرقه بتنزل واحنا بنطلع، ودي احد الاختلافات المهمه اللي ظهرت على الفرقه السنه دي. وبالاضافه طبعا عشان بس من ايه يعني ما يبقاش الموضوع يعني مقتصر على جهاز فني، ولكن كمان اللعيبه اكتسبت خبرات. اللعيبه اكتسبت خبرات من السنه اللي فاتت ازاي تقدر تفنش المباريات، وده ظهر جليا في كذا مباراه. مباراه المصريه للاتصالات، قبلها القناه، مباراه البطوله العربيه، كنا بنلاقي تفوق في بعض الاحيان، وبعد كده بنخش في الشوط الرابع نخلص. طبعا احنا تاهلنا ازاي لدور الثمانيه؟ افكركم كان عندنا مجموعه بنلعب فيها التصفيات، طنطا سبورتنج رايح جاي، طيران، طنطا سبورتنج، فزنا رايح جاي كبار وصغيرين. اتاهلنا بعد كده عشان نقابل القناه في دور ال 16، فزنا رايح جاي كبار وصغيرين. اتاهلنا بعد كده نلعب الاتصالات في دور الثمانيه، كسبنا كبار وصغيرين الماتش اللي فات. يكفينا مباراه زي ما قلت لحضراتكم بكره، وبالمناسبه احنا هننقل المباراه بكره على الهواء مباشره ان شاء الله لجمهور النادي الاهلي حتى يستمتع ويراقب الفرقه عن قرب. ده خبر برضو حبيت اقوله لحضراتكم، ان احنا ان شاء الله بكره هنذيع المباراه هواء على الهواء مباشره باذن الله، والاستوديو التحليلي هينطلق الساعه 5، والمباراه هتكون الساعه 6 من صاله الامير عبد الله الفيصل. طيب هنروح لكره السله سيدات. كابتن علي هاشم واللاعبات، انا حضرت المباراه جزء منها اللي فاتت، قفلوا صفحه السوبر
كان عندهم مباراه في دور ال 16 في دوري السوبر مع جزيره الورد. جزيره الورد على فكره، فرقه محترمه مع محترفه امريكيه جيده جدا. المباراه كانت بتلعب امبارح على صاله الشهداء في النادي الاهلي، فزنا بنتيجه 102-59. فزنا برضو كبار وصغيرين، ودي خطوه للامام. المباراه العوده هتبقى هناك ان شاء الله فين؟ في المنصوره. خليني اقول لكم برضو ان الفرقه الحقيقه كانت محتاجه مكسب زي ده، كانت محتاجه مكسب يفوق يخرجها من الخساره. والحقيقه انا شفت امبارح البنات بيتكلموا مع المدير الفني مع الجهاز ان هم تعهدوا طبعا على اصلاح الاخطاء اللي فاتت، وكابتن علي هاشم مدرب كفء وقدير ويقدر يعني يعالج الاخطاء اللي حصلت في ماتش سبورتنج. وهي دي الرياضه، يعني انت بساعات بيبقى محتاج مباراه يبان فيها سلبياتك عشان تقدر بعد كده تنطلق في حصد البطولات. انا اتصور ان شاء الله كابتن علي هاشم قادر ان هو يعالج الاخطاء، والاخطاء كانت واضحه للكل، واكيد كابتن علي هاشم لمسها واكيد هيشتغل عليها الفتره اللي جايه. عندنا دوري المرتبط خلاص نقفل الصفحه، نركز معاهم كل الدعم للفريق. عندنا الخطوه اللي جايه ان شاء الله دور الثمانيه، وبعد كده دور الاربعه، وبعد كده ان شاء الله او دور قبل النهائي، وبعد كده النهائي. طيب هنروح للكره الطائره رجال. كره الطائره رجال انتم حضراتكم عارفين ان الاسبوع اللي قبل اللي فات انضم لينا المحترف مواجه توتيا المحترف الامريكي اللي انضم لصفوف النادي الاهلي ومضى العقود وكل الكلام ده. فكابتن محمد مصالحي عايز يعمل عدد ماتشات كتير عشان اللاعب يدخل مع الفرقه. اللاعب بيلعب في مركز 4 زي ما حضراتكم عارفين، هو لاعب من الطراز الاول، لاعب منتخب امريكا، حصل على برونزيه كاس العالم 2019، يعني لاعب مهم جدا. كابتن محمد مصالحي ميدو عمل الاسبوع اللي فات معسكر في اسكندريه ولعب ماتشين مع الاتحاد الاسكندريه وسموحه وكسبنا 3-0. عمل مباراه مع شارع الدخان من يومين وفي صاله الامير عبد الله الفيصل وبرضه كسبنا الحمد لله 3-0. طب المباريات دي هدفها ايه؟ ما هو الدوري اتاخر زي ما قلت لحضراتكم في الانترو، مفيش جدول، فلازم يعمل ماتشات. منتهى الزهق اللي ممكن يقابل في اللعيب انه طول فتره الاعداد اللي هي الاوف سيزون تطول. احنا بنتكلم دلوقتي في 5 شهور اوف سيزون تقريبا. السيزون اللي فات صححوا لي يا جماعه لو انا بتكلم غلط، السيزون خلص في شهر 6. احنا بنتكلم في 5 شهور اوف سيزون، ده يعني كتير قوي. وبعد كده هيتضغطوا في الماتشات، وبعد كده هيحصل توقفات، وبعد كده بطوله عربيه، وبعد كده بطوله افريقيه، وبعد كده منتخب. يا جماعه صعب، لازم الدوري يبتدي. احنا متاخرين قوي، متاخرين على الاقل شهرين. فطبعا كابتن محمد مصالحي ميدو مش هضيع وقت، فبدات الفرق كلها تعمل ماتشات موازيه. الشاي دخان تلعب الاهلي، الاهلي لعب اتحاد اسكندري وسموحه، سموحه تلعب اتحاد اسكندري، بقت الفرقه عامله دوري موازي. ما هو يا جماعه صعب صعب، الله يكون في عون اللعيبه والله. ورب ضره النافع، يعني ده فادنا في ايه؟ فادنا انه المحترف لحقنا، بس برضه حتى لو المحترف ما كانش لحقنا كنا هنلعب مباراه واثنين وثلاثه من غيره عادي، عندنا سكواد يتحمل. يعني مش دي اللي يعني فادتنا قوي، بالعكس انا شايف ان المباريات كانت محتاجه تشتغل ولازم، مفيش وقت. حتى لو الانتخابات 19-11 اتمنى يتم الاقل، اصل الدوري ما فيهوش كيمياء. في كرة الطائرة الموضوع مش كيمياء خالص، مش زي السلة مثلا في فرق كتير بتنافس، مش زي اليد عندك برضو 4-5 فرق جامدين. الطائرة انتوا عارفين هم قطبين وبيخش فرقتين كل سنة من بعيد بينافسوا، وبرضو نادي طلائع الجيش نادي محترم وعامل فرقة كويسة، يعني كل سنة بتلاقي فرقة او اتنين بيطلعوا في كرة الطائرة. انما هي مش كيمياء، تلاقي فرقة على راس مجموعة، فرقة على راس مجموعة، والامور بتمشي. طيب ده بالنسبه للكره الطائره. نتمنى ويعني ان شاء الله انه يتم الاعلان على بطوله الدوري والجدول بسرعه عشان نخش على المباريات ويبقى في انتظام، وده يعود بالنفع على اللعيبه وعلى المنتخب. طب احنا خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل اخبارنا، ولكن بعد الفاصل. ففكر حضراتكم ان احنا في الفقره الحواريه النهارده هيكون معانا ابطال افريقيا لريشه الطائره، وزي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه اللي ما كانش سمعنا، الاتحاد ده او اللعبه دي بتعمل قفزات كبيره ولازم نحط الضوء عليها، وهم مثلوا مصر يعني بشكل جيد في كذا بطوله فاتت، بطوله عالم والاولمبيات وايضا بطوله افريقيا اللي حصلنا على لقبها، وحققوا انتاجات نتائج فوق المتوقع. فهم هيكونوا ضيوفنا، هيكون معنا احمد صلاح وجان هشام. انتظروا الفقره دي، هيكون عندنا كلام كتير معاهم وهنعرف رحلتهم ومكافحتهم، لان طبعا خليني اقول لكم الالعاب دي بيكافحوا عشان الحقيقه يعملوا النتائج دي. هنروح لتنس الطاوله رجال في نادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين انه الدوري شغال، في اتحادات لعبت واتحادات لسه. الطايره من الالعاب او الاتحادات اللي خلصت تقريبا انتخاباتها والدوري بتاعها شغال. فكان عندنا مباراه مع طنطا وفزنا 3-0. المباراه كان بيمثلنا فيها السيد لاشين وشادي مجدي وعمر بدير. طيب احنا ده الفوز الخامس لينا على التوالي. فزنا على مين؟ فزنا على جمعيه الشبان المسيحيين بالقاهره، وبعدين الفوز على اسوان، وبعدهم الفوز على العبد منهور، وكان اخر فوز نادي الحوار، وبعد كده فزنا على نادي طنطا 3-0.
وطبعا الفوز ده بيحطنا خطوه قدام وبيخلينا نمشي بخطوات ثابته للحفاظ على اللقب. احنا طبعا بطل الدوري السنه اللي فاتت، وخلينا اقول لكم انه الفرقه طبعا تم تدعيمها السنه دي او التعاقد مع عصر عمر عصر لعبنا الكبير طبعا خامس اولمبياد طوكيو، واللي كان محترف في الدوري الفرنسي طبعا انضم السنه دي، واكيد اضافه كويسه جدا. فاحنا يعني كسبنا من غيره السنه اللي فاتت، فما بالك السنه دي بقى هو معانا. نتوقع ان شاء الله ان اكيد السنه دي هيأدوا اداء كويس جدا. طيب هنروح لتنس الطاوله برضو بس للسيدات. الاتحاد الدولي لتنس الطاوله بيعمل بطولات اسمها بطولات الامل. بطولات الامل الهدف منها هو انه يلم اللعيبه او اللاعبات، اللاعبات خلينا نتكلم دلوقتي على اللاعبات، اللاعبات الواعدات في كل مكان في العالم. فعامل بطوله في الاردن هتضم 40 لاعب ولاعبه على مستوى العالم، هو اللي اختارهم عشان يروحوا يلعبوا بطوله في الاردن عشان مزيد من الاحتكاك. انتوا عارفين بعد كورونا في شغف من الاتحادات الدوليه عشان تنظم بطولات اكتر. عارف انت لما يكون بقى واحد جعان وطالع يعني عايز ياكل، اهو في شغف جامد في كل الاتحادات الدوليه مزيد من البطولات. طيب بطوله الامل اختاروا مين من عندنا؟ اختاروا مديحه مصطفى الملاح وملك طارق قدري، واللعيبه دي تحت 13 سنه، اللاعبتين تحت 13 سنه هيروحوا يلعبوا البطوله دي اللي هي بطوله الامل. هتتلعب امتى؟ من 8 ديسمبر اللي جاي حتى 14 ديسمبر في عمان بالاردن. وطبعا وقال كابتن فتحي، اللي طبعا فتحي عبده رئيس قطاع الناشئين والناشئات، قال انه الاتحاد الدولي لتنس الطاوله اختار اللاعبات مع كابتن عبد السلام مطور المدرب بتاعهم عشان يشاركوا في البطوله، ما يروحوا معاهم مدرب. وكمان اضاف ان في عنصر كمان من النادي الاهلي هيشارك في البطوله، هو كابتن بسنت عثمان، واللي هتشرف على تدريب منتخب افريقيا لتنس الطاوله. عامله منتخب كمان لافريقيا، وخدوا من عندنا كادر تدريبي كابتن بسنت عثمان بنت النادي الاهلي عشان تروح تبقى مشاركه في الجهاز الفني لمنتخب افريقيا في البطوله دي. والبطوله دي النسخه الثانيه، واللي بينظمها طبعا زي ما قلت لحضراتكم اتحاد دولي، وبيكتشف المواهب على او في كل مكان حول العالم. الحقيقه دي بطوله جيده جدا، فرصه جيده جدا لمديحه وملك عشان يحتكوا احسن لاعبات في سنهم في العالم. دي فرصه كويسه جدا، وفرصه يعني الاردن مش بعيد، مش هيسافروا ساعات طيران طويله. يمكن الاردن كان وشها حلو علينا في البطوله العربيه اللي فاتت، كسبنا رجال وسيدات، يعني كل المقاييس بطوله ليها مكاسب كتير. هنروح نتكلم على ميار شريف. ميار شريف كانت بتلعب بطوله الارجنتين، مشت كويس، اتاهلت دور قبل النهائي، وللاسف خسرت دور قبل النهائي. خسرت من مين؟ خسرت من بطلة المجر بنتيجة 2-1، وجات النتائج 4-6 6-3 6-3. مايار كانت فازت في دور 32 على الأسبانية أندريا بنتيجة 2-1، وبعدين كسبت بطلة ألمانيا كاترينا بنتيجة 2-0، وبعدين كسبت بطلة جورجيا بنتيجة 2-1. مايار مركزة دلوقتي عشان توصل لتصنيف أعلى، تصنيف الـ50، هي ترتيبها دلوقتي الـ64، هي مركزة تجمع نقط، كل ما بتكسب كل ما بتجمع نقط، وأنا بقول إن هي خلاص قاب قوسين أو أدنى إن هي تخش في البيست 50 بلايرز all over the world، لانه هتفرق معاها كتير جدا في القرعه بعد كده، قرعتها هتبقى اسهل. بطولات الجراند سلام الكبيره هتخش على الادوار المين درو، مش محتاجه تخش على الادوار اللي هي التصفيات. يعني ال 50 لاعبه اللي في الترتيب الاول بيرتاحوا جدا، والمثل اللي بيقول مكسب بيجيب مكسب هو ده في الالعاب المضرب. 50 لاعبه اللي هم اول في العالم ما بيخشوا على المين درو، بتبقى الدنيا سهله. تلاقي رايح بطوله عمال يجمع في نقط اكتر، اللي بيجي من بعيد لازم يبذل مجهود اكتر عشان يخش يحرك او يزيح واحد من احسن 50 ويخش مكانه. ميار الشريف لو دخلت في اول 50 ان شاء الله هيبقى لها شأن كبير جدا، لان بعد كده هيبقى القرعه بتاعتها هتبقى سهله، هيبقى سهل جدا توصل دور ال 16 دور ال 8 في البطولات بتاعت جراند سلام. كل التوفيق طبعا لبنت النادي الاهلي ميار الشريف. هنروح لمنتخب اليد. منتخب اليد في توقف دولي زي ما حضراتكم عارفين، اتحاد دولي عمل حاجه او عمل قصه كده انه بيعمل توقفات كل شويه عشان اللعيبه تشارك مع منتخباتها استعداد لبطولات القاريه، لان البطولات القاريه جايه عشان بطوله العالم السنه اللي بعديها. فمنتخب وقف، الكوتش الاسباني طبعا ريبرتو جارسيا رجع من المانيا لانه ماسك فرقه بالمانيا، مسك المنتخب. لعبنا مباراه مع منتخب مقدونيا، لعبنا مباراتين مع منتخب مقدونيا على فكره. وطبعا منتخب مقدونيا بيدربه او المدير الفني بتاعه الاسطوره كريلا زاروف. فزنا في المباراه اللي فاتت الاخيره 21-26، ولعبناهم اول امبارح كمان فزنا عليهم 32-25. ماتشين كويسين، مقدونيا فرقه كبيره على فكره، ومصر دلوقتي الرانك بتاعها الرابع. طبعا ده من ضمن الخطه اللي موضوع ان احنا يعني لبطوله افريقيا اللي جايه في 13 لحد 24 يناير 22، المنتخب لسه هيشارك كمان في بطوله في قطر من 26 لحد 31 ديسمبر الشهر اللي جاي، هيشارك فيها اليابان وقطر، وبعد كده يرجع على مصر يلعب وديتين مع البحرين. على فكره الجدول ده شبيه اللي حصل قبل بطوله العالم، يعني احنا لعبنا البحرين اليابان، يمكن قطر ما لعبناهاش،
بس هنا هنلعبها شبه الفرق اللي احنا لعبناها قبل بطوله العالم اللي كانت في مصر. وبعدين هنطلع على فرنسا عشان نلعب مع ايه بقى؟ نلعب في بطوله الدوري الذهبي، بياخدوا اول 4 رانكينج على العالم يعملوا دوري ما بينهم، مين هيلعب؟ هيلعب فرنسا، الدنمارك، النرويج. بطوله هتبقى ضرب نار. الرانكينج الاربعه احنا يمكن لاول مره، صححوا لي يا جماعه، لاول مره نلعب البطوله دي تهيألي، لان احنا ما وصلنا بس هي عشان هتلعب الدنمارك والنرويج وفرنسا، والكسبان يلعب بعض، يعني دي بطوله والكسبان يلعب بعض على الفاينل. يعني احنا هنلعب النرويج والدنمارك هتلعب فرنسا، احنا هنلعب الدنمارك وفرنسا هتلعب النرويج، واللي يكسب يلعب بعض على الفاينل. يعني قصدي اقول لكم ان هي بطوله حلوه وبطوله اقوى منتخبات العالم، يعني دول الرانك الاربعه. انا على ما اتذكر الدنمارك رقم 1، فرنسا الثاني، النرويج الثالث، احنا الرابع. فطبعا البطوله دي يعني انا في حياتي الرياضيه ما سمعتش ان احنا لعبناها. احنا كنا بنلعب العظماء الثمانيه، بس الحقيقه اللي هي الدوري الذهبي ده بتاع المربع الذهبي ده انا ما شفتش منتخب مصر بيلعب. حاجه تشرف كره اليد دي يا جماعه بصراحه، يعني حاجه تشرف. نتمنى لهم كل التوفيق في البطولات دي، واكيد نتمنى كمان التوفيق في بطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا مهمه وبتتحط في التاريخ او في السيفيهات. طيب عندنا خبر برضو كويس، احنا مش بنتابع بس رياضينا ولكن بنتابع كمان كوادرنا. نهاد زايد نائب لرئيس اللجنه الفنيه بالاتحاد الدولي للجمباز. الدكتوره نهاد زايد فازت بمنصب نائب رئيس اللجنه الفنيه للاتحاد الدولي للجمباز الفني انسات في الانتخابات اللي اتعملت امبارح في مدينه انطاليا بتركيا. دي صوره للدكتوره نهاد زايد بعد ما حصلت على اعلى الاصوات. دكتوره نهاد حظيت بدعم كبير من الدوله المصريه، متمثله في وزاره الشباب والرياضه برئاسه الدكتور اشرف صبحي، والاتحاد المصري للجمباز برئاسه الدكتور ايهاب امين. الدكتور نهاد تعتبر او دكتوره نهاد تعتبر اول مصريه تصل للانجاز ده في فرع الجمباز الفني للانسات، وبكده تبقى الدكتوره نهاد زايد تاني مصريه في الاتحاد الدولي للجمباز، وده بعد فوز نهى عبد الوهاب بمنصب رئيس اللجنه الفنيه للجمباز الايقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكيه في انتخابات الاتحاد الدولي. هو ده الشغل. دكتور ايهاب امين بيخطط كرئيس اتحاد، وهو الاتحاد بتاعه بيعمل نتائج، اخرهم نانسي واخده رابع بطوله العالم. عندك تنظيم بطولات على اعلى مستوى، ده الاتحاد اللي شغال. الاتحاد عايز يشتغل بيشتغل في كل حاجه. عايز تعمل قفزات لازم تعمل قفزات في كل اتجاه، واحنا شايفين الدوله المصريه بتعمل كده. فاحنا لازم يعني اي رئيس اتحاد، اي حد مسؤول في الرياضه لازم يفكر بكده. دكتور ايهاب امين عمل ايه؟ من ساعه ما تولى المسؤوليه قال لك لا، انا القاعده دي مش عاجباني. خليني بس معلش يا جماعه انا اسف هسترسب شويه في الموضوع ده عشان يعني يبقى نموذج لينا. قال لك القاعده بتاعت اللاعبين دي قليله، انا عشان اعمل انجاز عايز ازود القاعده، فسمح ببعض اللوائح والقوانين بدخول مدارس خاصه وحاجات زي كده بحيث انه يفتح القاعده. بدا يعمل اعداد للمنتخبات باعلى مستوى، بدا يدور على تمويل، هو كرجل اعمال بدا يدور على تمويل الاتحاد، بدا ينظم مين هيروح فين ومين هيجي فين وده هيشارك وده مش هيشارك، لغايه ما رحنا الاولمبياد وعملنا وانجازات كويسه. بدا يستضيف بطولات، بصوا ماشي في كل اتجاهات. البطولات عندنا جت مصر اول مره في التاريخ دي جينا ونجح في تنظيمها كاتحاد بشكل كبير، مش بس الاتحاد اللي منظمها، الدوله المصريه طبعا واقفه في ظهره وممثله في وزاره الشباب والرياضه. عمل ايه؟ بدا يزرع الكوادر المصريه في اتحاد دولي. ما هو انا عشان الاقي لي مكان واخش اطرق الباب افتحه لازم يبقى لك حد جوه، اخش على ناس انا مش عارفها. فلما نهى عبد الوهاب تبقى منصب رئيس اللجنه الفنيه، ده لجنه رفيعه المستوى في اي اتحاد، لجنه فنيه دي رفيعه، لما تبقى هي بالتزكيه رئيس اللجنه ادي حدث وادي كادر. عندك الدكتوره نهاد زايد ايضا كادر عشان يبقى نائب رئيس اللجنه الفنيه برضه الاتحاد الدولي، ده برضه كادر. يعني يا جماعه وايه تفوز بقى على الاصوات؟ يعني معنى كده ان احنا لازم نمشي. وهو دكتور ايهاب مسك الاتحاد الافريقي يا جماعه، صح؟ اترشح للاتحاد الافريقي. شوفوا يعني بقول لكم اهو ده خبر جديد، دكتور ايهاب امين وكلها يومين ان شاء الله وباذن الله هنبارك له على رئيس الاتحاد الافريقي. هو ده الكلام، هو ده الشغل. عناية على افريقيا وعناية اتحاد دولي وعناية على لعيبتي وعناية على القاعده وعناية على تنظيم البطولات. ما بقاش انا عناية على تنظيم البطولات بس، وما بقاش عناية على اعداد الفرق بس، لازم يبقى عناية في كل حاجه عشان اعمل قفزات كاتحاد. دكتور ايهاب امين الحقيقه كان ضيفنا في حلقه من الحلقات، والراجل يعني تفكيره منظم. نتمنى ان الاتحادات الناجحه دي تتاخد اسوه والناس تشوف دي بتشتغل ازاي ونربط على ايده. معلش انا حبيت اتكلم عشان ادي لكل واحد حقه. طيب هنروح للرمايه. الرمايه برضو عاملين شغل كويس بصراحه وحاسين بيهم، لو انتوا واخدين بالكم اليومين اللي فاتوا احنا سابقين عن الرمايه كتير. اتحاد الرمايه مصر تستضيف بطوله العالم المؤهله لاولمبياد باريس 2024 عشان تساعد طبعا الرماه بتوعنا ان نطلع اولمبياد. جابت البطوله في مصر اللي هو حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرمايه اعلن ان مصر هتنظم بطولتين كبار خلال سنه 2022. ايه هم البطولتين؟
هتستضيف كاس العالم للرماية في شهر فبراير 2020، ده خلاص على الابواب 3 شهور، وهتستضيف بطوله العالم المؤهله لاولمبياد باريس في شهر 10 اكتوبر اللي جاي. اللي هيكسب او هياخد مراكز معينه هنقول لكم عليها هيطلع طوكيو 2024. هو ده اللي بقوله. سمعت يعني سوري باريس، شايفين اسم باريس بدا يجي في الكلام اهو، المؤهله لباريس 2024 بدات تيجي في الكلام، يعني احنا بنقرب يا جماعه. يعني المسؤولين عن الرياضه، احنا خلاص اقل من 1000 يوم احنا بنتكلم اهو، بدا اسم يجي، بدا اسم باريس 24. قلنا لكم الكلام ده في البرنامج، هنغمض ونفتح هنلاقي باريس 2024. وحتى الان احنا عمالين نتكلم في انتخابات الاتحادات، حتى الان احنا بنتكلم في انتخابات الاتحادات، ولسه الاتحادات هتيجي الله اعلم مين، ولسه الاتحادات هتشتغل. يا جماعه اهو الرمايه عندك بطوله شهر اكتوبر اللي جاي، يعني اقل من سنه، بطوله مؤهله لباريس 2024. واكد طبعا اللواء حازم حسني ان مصر دلوقتي ليها مكانه كبيره في الرمايه، وليها ثقه، مصدر ثقه كبير عند مسؤولين الاتحاد الدولي للرمايه بعد اللي شافوه في الفتره اللي فاتت ونجحنا في استضافات كبرى البطولات على ارض مصر. مصر لسه مستضيفه بطوله العالم للرمايه الاطباق المروحيه، بفكركم يعني، واللي اتلعبت على ميادين مدينه نصر الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده، واللي شارك فيها 15 دوله الرمايه. تمام، عايزين بقى نبتدي نحقق انجازات وارقام كويسه. كده اخبارنا خلصت، هنطلع لفاصل عشان نستضيف بقى مين. اذا بعيد وبكرر تاني، الريشه الطائره ابطال افريقيا فازوا من ايام ببطوله افريقيا، حقهم ان يكونوا معانا ونتكلم معاهم عن كل الكواليس وبيلعبوا ازاي وبيستعدوا ازاي وكفاحهم ودعم الدوله ليهم ازاي. خلينا نطلع فاصل عشان نستقبل احمد صلاح وجان هشام بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بنرحب بابطال افريقيا للريشه الطائره، بنرحب بجنى هشام. اهلا بيك يا جنى. ازي حضرتك؟ منوره قناه النادي الاهلي. شكرا. انت لابسه احمر يعني عشان جايه قناه الاهلي. الف مبروك ومنورانا. شكرا. الله يبارك فيك. بنرحب باحمد صلاح نجم افريقيا طبعا. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بحضرتك، منور قناه النادي الاهلي. منوره بحضرتك والله. طيب ابتدي معاك يا احمد، يعني قصه البطوله، اشتركنا ازاي، رحله الاعداد، يعني كلمني اختصار كده عن البطوله من كل الجوانب. والله هو احنا الحمد لله يعني البطوله كانت جايه بس في وقت بعد الكورونا. لان احنا كان اخر بطوله لافريقيا لعبناها كانت سنه 20 في اول 2020. تمام. وكانت عندنا في مصر، وللاسف ما حالفناش الحظ ان احنا نكسب البطوله وجبنا تالت. يعني اتعملت 2020 في بدايه الكورونا خالص، كانت في شهر شهر 2 شهر فبراير في مصر. ده كان احنا الكورونا اللوك داون حصل في شهر 3 شهر مارس بالظبط. فانتوا كنتوا طالعين اعداد كويس وما كسبناش للاسف. مين اللي كسب؟ كنا في مصر، كانت الجزائر. الجزائر. فقعدنا اللوك داون كان فتره طويله، وبعد كده جت الاولمبيكس بعد ما اتاجلت كذا فتره، وجينا على البطوله دي كانت المفروض شهر 4. بعد كده برده كان في شويه يعني ريسك ان هي تتلعب في الوقت ده، بعد كده قرروا ان هي خلاص ان شاء الله تبقى في شهر 10. من اول ما عرفنا الوقت بتاعها ابتدينا الاعداد. المكان هو نفس المكان ولا اتغيرت؟ لا اتغير، اللي كانت في جنوب افريقيا في شهر 4 بالظبط اتغيرت، بقت في اوغندا في شهر 10. اول ما عرفنا خلاص الوقت بتاعها ابتدينا بقى، كان عندنا اعداد الفتره كويسه قبليها، وكان عندنا بطوله عالم الفرق كنا تاهلنا لها في فتره التوقف اللي كانت في بانكوك. كانت في فنلندا. فنلندا ناس. ده كان الميكس تيم اللي هو الفريق المختلط بتاعنا اللي هو نفس البطوله دي الزوجي. بعديها على طول كان في بطوله عالم لمنتخب البنات بس في الدنمارك. دنمارك. فكانت برضو احتكاك قوي ليهم قبل البطوله. ورجعوا منها قعدنا حوالي 4 أيام في مصر، ورحنا بقى على اوغندا. اوغندا كانت يعني الحمد لله، الحمد لله كانت بطوله كانت صعبه، بس احنا كنا رايحين مستعدين وعندنا استعداد ان احنا ان شاء الله باذن الله البطوله مش هنرجع من غيرها، لان احنا كان بقالنا فتره كبيره ما خدناش، يمكن من 2017 البطوله غايبه عننا. تاريخنا يعني كله كان بطولتين، هي دي الثانيه. دي الثانيه، اول واحده كانت 2017. يعني قصدي اقول لك مالناش تاريخ عريض، يعني انتوا بتعملوا التاريخ دلوقتي في الانديفيديوال. انما بطوله الفرق كانت يعني كانت صعبه علينا شويه. فالحمد لله كنا ان احنا يعني ربنا يكرمنا في البطوله وناخدها للمره الثانيه، وعلى حساب منتخب الجزائر اللي هو خد اخر بطوله افريقيا بالزبط. عندنا في مصر، فكانت الوضع كان صعب الحمد لله. وانت ككابتن الفريق طبعا اكيد احساس رائع يعني. لا طبعا يعني الحمد لله، الحمد لله ربنا كرمنا، كانت الفرحه ما تتوصفش لينا كلنا يعني الحمد لله. طب جانا اجي لك برده نفس الكلام، انت عملت ايه، استعديت ازاي، رحت البطوله، يعني كلميني زي احمد كده عن الملابسات بتاع استعديت ازاي، كنت بتلعبي هل في بطوله العالم اللي في فنلندا دي، سوري في الدنمارك، يعني كلميني ازاي استعديت البطوله دي. انا دي اول بطوله ليا مع منتخب الكبار، فكانت بالنسبة لي يعني رايحة أخد خبرات أكتر، يعني مستوى مختلف عن الصغيرين. فأنا دخلت منتخب الصغيرين وأنا 12 سنة تقريبا، بس دي أول بطولة ليا مع منتخب الكبار. فبس
انت عندك 17 سنه يعني. طيب قولي لي ايه اللي شفتيه مختلف؟ يعني فرق الناشئين بيبقى الموضوع مختلف، اكيد كنت تسمع عن الجزائر، تسمع عن جنوب افريقيا، تسمع عن الفرق اللي ليها تاريخ كبير في اللعبه دي. ايه اللي شفتيه مختلف في البطوله دي؟ ايه اللي انت اتعلمتيه؟ يعني احنا انا منتخب تحت 19 سنه، ورحت بطوله افريقيا كان قبلها بشهر على طول، كنا في بنين وخدنا فضه، خدنا تاني. بس طبعا مستويات مختلفه تماما من تحت 19 لمنتخب الكبار. يعني طبعاً كان بالنسبه لي برضو يعني اكسبيرينس مختلفه، بتفرج على مستويات، بتعلم يعني الناس تلعب ازاي، بشوف مستويات مختلفه عن اللي بشوفها في تحت 19 عامه. طب خلينا احنا عملنا تقرير عن طبعا انجاز المنتخب وعن بطوله افريقيا، خلينا نشوف التقرير ده لحضراتكم ده. نجح المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة في فرض هيمنته على بطولة إفريقيا التي أقيمت بأوغندا خلال الفترة من 21 وحتى 28 من أكتوبر الماضي، بعد حصد اللقب القاري عقب الحصول على 7 ميداليات. وحصد الفراعنة 7 ميداليات في البطولة القارية بواقع ذهبيتين و4 فضيات وبرونزية واحدة. وحصل أبناء النيل على ذهبية الفرق بعد الفوز في النهائي على منتخب الجزائر بنتيجة 3-1، كما توج أدهم حاتم بذهبية منافسات الفردي على حساب زميله أحمد صلاح، فيما حققت ضحى هاني فضية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام بطلة جنوب إفريقيا، فيما حقق زوج الرجال أحمد صلاح وعبد الرحمن عبد الحكيم الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام زوج الجزائر، وهو ما تكرر مع الزوج المختلط المكون من أدهم حاتم وضحى هاني بعد الخسارة أمام زوج الجزائر أيضا، فيما كانت الفضية الرابعة عن طريق أحمد صلاح والذي خسر أمام زميله أدهم حاتم في منافسات الفردي. أما البرونزية الوحيدة فكانت من نصيب محمد مصطفى كامل في منافسات الفردي. وتضم قائمة الفراعنة 8 لاعبين هم أحمد صلاح، أدهم حاتم الجمال، عبد الرحمن عبد الحكيم، محمد مصطفى كامل، ضحى هاني، نور يسري، جنى أشرف، جنى هشام، تحت القيادة الفنية للمدير الفني مصطفى كامل. وقدم منتخبنا الوطني أداء رائع خلال البطولة، واستطاعوا التغلب على منتخبات كبيرة وعريقة مثل منتخبي الجزائر وجنوب إفريقيا. ونجحت الريشة الطائرة في جذب أنظار المتابعين للرياضة المصرية خلال الفترة الماضية بفضل النجاحات التي تحققت مؤخرة، والتي كان آخرها صعود 3 لاعبين للأولمبياد للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، وهو ما تحقق في أولمبياد طوكيو 2020. كاس افريقيا اللي احنا شفناه ما جنبي اهو في الاستوديو اهو موجود، ويعني ما شاء الله حجمه كبير جدا. وطب يعني نقول لساده مشاهدين الكوش دي يا ابو حميد، هم دول الثاني فردي بتاعي والثاني زوج رجال، والكاس الكبير ده التيم ايفنت اللي هو ذهب الفرق. ده اللي انتوا شايفينه ورا بقى وفرحانين بيه قوي في الريبورت ده، لانه بصراحه حاجه ما شاء الله ضخمه جدا. يعني ده ولا كاس اوروبا بتاع كره القدم، حاجه كبيره جدا. الحمد لله هو يعني ربنا كرمنا فعلا ان هو يعني اول بطوله افريقيا يتعمل فيها حجم الكوس دي، ويعني كل ايفنت كان فيه كاس للاول والثاني والثالث. حتى الزوجي متعرف عليه ان الزوجي بياخد كاس واحد. صحيح. لا هم كانوا يعني عاملين يعني حسابهم ان الاثنين الزوجي كل واحد هياخد كاس، فكان في كميه كؤوس مش طبيعيه. ده على حظنا عشان نرجع بيها كلها. بالظبط فعلا، وده اللي حصل فعلا. احنا خدنا المعظم وخدنا الدرع العام اللي هو اكتر فريق واخد ميداليات. احنا الحمد لله واخدين 2 ذهب، 4 فضه، واحده برونز، 7. فخدنا الدرع العام. هو مش عايز اقول لحضرتك ان هو كان كاس اكبر من الكاس ده. طب ما جبتوش ليه؟ ما هو للاسف ده لازم يروح الاتحاد، ده لازم يروح الاتحاد الاول. لا طب الميداليات دي معلش برضو، في ميداليات معانا على الترابيزه دي ذهب. دي الذهب بتاعت الفرق والفضه بتاعت السنجل رجال والزوجي رجال، والذهب طبعا بتاع الجوجو. معلش بقى نوري الذهب كده، معلش نوريه للساده المشاهدين، خلينا بس ايه اشوفها بس. ده دي ذهب بجد يا جماعه دي ولا ايه؟ بس شكلها كنا نتمنى الحقيقه. طب انا اوريها لكم، خشوا يا جماعه. يعني لو انتوا كده مش عارف بقى كده الاضاءه هتبينها،
اي بص انا بظبطها في الاضاءه. ايوه دي بقى دي وشها. بس اوغندا ميداليتها برضو ده الديزاين بتاع الاتحاد الافريقي يعني يمكن هو اللي عاملها. اه بالظبط الاتحاد الافريقي هو اللي عامل الديزاين بتاعت الميداليات بس اوغندا هم اللي جايبيني كاسات. اوغندا هي اللي عامله الحاجات دي. لا شكلها بالزبط. شكلها فخيم قوي. هي شكلها تشيك يعني بصراحه. بص هي بص مكتوب اول افريكا بالظبط. اه طبعا ودي تقريبا المضرب. لا دي الريشه. طب الريشه طب خليكم بس ثانيه واحده معايا. الظهر ده خليك اللوجو. خليك انت انا هجيب ظهرها. اه انت دي قلبت خزينه ورينا الناس الميداليات ده اللوجو بتاع الاتحاد الافريقي. ايوه ولو تاخد بالك يعني هي يعني الميداليه الذهب جايه من مصر اهي يعني. مش عايز اقول ده اللوجو بتاع الاتحاد الافريقي على الفيسبوك. اصلا يعني ده بيدج بتاعهم وده اللوجو بتاعهم. انا بقول لك الريشه ان الريشه جايه في مصر فعلا. انا علقت التعليق. ايوه الريشه جايه في مصر مش هزار. احنا مش اهو تاني الحمد لله. ده على فكره صدفه بس ده يعني مصر دايما قبله الذهب وقبله كل شيء جميل والله العظيم البلد دي. طيب دي 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 اه دي دي, دي الميداليه خليها وفي زيها بقى فضه. قول لنا بقى دي بقى يعني الفضه دي احنا قلنا دي الذهب الفرق. دي بتاعت الفرق ودي الفضه بتاعت فرد الرجال والزوج الرجال. زوج الرجال. طب طب قولي لي يا جنى انت بتلعبي ايه؟ بتلعبي فردي وزوجي صح؟ بتلعبي مختلط ولا لا؟ المفروض كنت بلعب مختلط بس البطوله دي ما لعبتش. بس في الناشئين كنت بتلعبي. انتوا عندكم ثلاث نشاطات لو احمد يصلح لي بقى. عندكم فردي رجال وسيدات وزوجي. وعندكم زوجي رجال وسيدات وبعد كده مختلط زوجي مختلط زي بيبقى ولد وبنت زي برضو التنس مثلا. التنس بيبقى كده. التنس بيبقى فيه نفس الكلام. طيب قولي لي انت انت جيل طلع على مكسب يعني حضرت 2017 مكسب 2021 مكسب اهو فطموحاتك ايه؟ هل بصه ان انت ليه لا انا اخد ميداليه في الاولمبياد؟ يعني بتحلمي الحلم ده ولا لا؟ انا كان ليا تاهيل جونيور اولمبيكس السنه اللي فاتت بس اتلغت عشان كورونا. بس دي كانت اكتر حاجه كنت متحمسه لها الصراحه يعني بالنسبه لي اكيد حاجه حلوه جدا اني اروح جونيور اولمبيكس يعني. ليه لا؟ كانت في السنغال للاسف. كانت في السنغال 2022 وبعد كده اترحلت بقت 2026. مش عارف بقى في السنغال برضو ولا فين. هكون انا خلاص بقى كبرت ما بقتش جونيور خلاص. مش مشكله عندك عندك باريس 24 او لوس انجلوس 28. يعني عندك. لا ليه نلعب على باريس 24؟ الدنيا قريبه جدا فانت لازم يبقى عندك الهدف ده. انت في مدرسه ولا في جامعه؟ مدرسه. لسه لسه عندك. لسه ثالثه ثانوي صح؟ انا ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي لسه قدامك سنتين وبعد كده تخشي بقى المعمل. لسه صغيره لسه ان شاء الله المستقبل عندك كبير. بيتهيألي انت يا ابو حميد يعني تاريخ طويل مع المنتخب يعني انت كابتن المنتخب اكيد طالما يبقى في عدد سنين طويل. بدات امتى المنتخب؟ خشوا. انا كان اول بطوله ليا مع المنتخب كانت 2005. ما شاء الله. كنت مصعد ولا كنت اصغر لاعب في بطوله افريقيا ناشئين تحت 19 زي جوجو كده. انما لعبت 19. طب ما جيتش ليه؟ كنت تيجي عندنا في قناه. ما كان لسه بقى. دي كان اول بطوله ليا مع المنتخب والحمد لله من يعني من 2005 لحد دلوقتي بقى كنت منتخب ناشئين لحد 2008. ما شاء الله. و2008 كان كنا تصعدنا لكاس عالم بعد فوزنا ببطوله افريقيا للناشئين ورحنا كاس عالم كان اول كاس عالم نصعد له كنا في الهند. وبعديها بقى من اول 2008 2009 كل ده منتخب كبير الحمد لله. طب احمد هسالك سؤال يعني انت مريت باجيال كتير والحمد لله انت في بطولتين افريقيا دخلوا على ايدك يعني انت بتلعب ده غير بقى الارقام الفرديه. بالظبط. انا هتكلم عن احنا ناقصنا ايه عشان انا مش هقول ان احنا ناخد ميداليه مش هاجي من البعيد واجي اقول ميداليه. انا عايز بس ان انا كل سنه ابقى ليه تواجد في الاولمبياد كل الاولمبياد ان انا الرانك بتاعي يتحسن كل شويه ناقصنا. تمام. طيب احنا مبدئيا الحمد لله احنا في كاولمبياد كاشتراك احنا كنا موجودين في بكين 2008 لندن 2012 للاسف وقع تريو 2016 على اخر جزء في التاهيل يمكن مش عايز اقول اخر جزء هي اخر اسبوع في التاهيل خبر ابيض وحاجه يعني بسيطه جدا لان نظام التاهيل اتغير. والحمد لله رجعنا 2020 كنا موجودين بثلاث لعيبه وصبك اول مره يحصل ان لاعيبه في العالم تتأهل في الثلاث مسابقات مختلفة. لا ضحى يعني. لا ضحى قول لي بقى عملت ايه تاني؟ تأهلت فردي سيدات زوج سيدات هي وهادية حسني زوج مختلط هي وأدهم حاتم. ما شاء الله لعبت في الثلاثة في الثلاث ايفنتات. ده أول لعيبة في تاريخ. بالظبط فقلت يعني في تاريخ اللعبة تتأهل في الثلاث ايفنتات. ما شاء الله. للأسف حصل يعني لأن الناس ما تعرفش اللعبة شوية لا عارفين ظروف التأهيل ولا عارفين قوانين اللعبة ولا عارفين اي حاجه عن ظروف اللعبه ولا ظروف اللعيبه. للاسف يعني حصل هجوم شديد على ضحى بطريقه مش طبيعيه
لان الناس مش فاهمه ان انا اول مره اشترك في اولمبياد. ضحى ده كام سنه؟ ضحى 23 سنه ما شاء الله لسه صغيره بالظبط. فان هي تعمل انجاز زي ده وتتحط في ثلاث مسابقات لا هايل لا هايل. طيب هل حضرتك متوقع بعد ده ان انا بعمل حاجه جديده لاول مره في التاريخ اروح اجيب ميداليه؟ هل ده يعقل يعني؟ ده طب الصوره دي ايه؟ الصوره دي ده ادهم حاتم جوجو. الصوره دي يا جنى دي فين؟ في افريقيا اللي فاتت بالظبط. ده اللي هو الزوجي اللي لعب معاك اللي في الزوجي؟ لا لا ادهم لا ده شويه مصورين بس مصورين مع بعض كل واحد بكاسه وداخل الصوره انا داخل بكاسه انما بس واضح السعاده على وشكم. كنتوا فرحانين بالبطوله دي جدا. وابو حميد بقى كابتن الفريق بقى ده الكاس الدلع الاكبر اللي هو اكبر من الكاس ده. ايه ده الكبير اللي معانا ده الصغير بالظبط اللي هناك ده الكبير. طب هاتوا ابو حميد هاتوا عندنا مكان الاتحاد ده لازم هو موجود في الحلقه الجايه ان شاء الله في افريقيا اللي جايه تجيبه. طب قولي لي يا جنى يعني برضو يعني اللي حققته ضحى ده واللي لسه احمد بيقوله طبعا سيبك من الهجوم وكل حاجه احنا مقدرين ان اللعيب بيتقال الاولمبياد بيبقى حاجه كويسه جدا بس برضو يعني شايفه ان ضحى تقدر او مش ضحى احنا نقدر يعني انا مش طالب ميداليه بس نقدر ناخد خطوه لقدام نقدر ولا ما نقدرش؟ انت شايف الفرق واسع؟ احنا نقدر بس احنا مش بناخد الدعم كفايه ان احنا نكون يعني بس انا شايفه برضو ان احنا في الفتره الاخيره زي كان في دعم اكتر يعني واخدنا ستيب كويسه يعني بقينا نروح بطولات عالم بقينا نروح اولمبيكس بقينا موجودين اكتر اللعبه بدات تتعرف اكتر في البلد ودي حاجه ما كانتش موجوده يعني صحيح. من زمان محدش برضو كان يعني دايما حد اول ما اقول ريشه طايره محدش عارف دي ايه محدش حتى لما بنرجع بطولات افريقيا حتى محدش عارف يعني ايه ريشه طايره وكده فبدات تعرف اكتر ودي حاجه لما رجعت المدرسه يعني. صحابك عمل ايه بقى؟ لا قولي لي عشان انا عارف الاحساس ده خلاص بطلت افريقيا بقى وانت بقى طبعا تنكت عليه وطبعا حقك بطلت افريقيا ويعني انا بامانه يعني حتى في البرنامج مع فريق الاعداد والفريق العمل كله تقريبا كل حلقه لينا خبر معاكم يعني ليه؟ لان دليل على نشاطكم يعني في نشاط وفي حركه للاتحاد برغم ان احنا طالعين من كورونا. يعني انت مصدقه من جواك؟ انا ليه بسالك؟ انت 17 سنه احنا قدامي جيلين احمد 30 او 31 سنه جنى 17 سنه فعندي جيلين. الجيل اللي طالع لازم جواي يتزرع ان انا اقدر عايز احط مصر قدام. فانا اتبسطت من ردك ان انت بتقولي نقدر وشايفه ان في دعم الفتره اللي فاتت. طيب الخطوه اللي جايه ليكي ايه يا جنى؟ دي كانت اول بطوله ليا مع منتخب الكبار فعايزه يبقى اكمل في المنتخب وابدا كمان العب احسن واشوف اكسبيرينس اكتر وممكن هل في بطوله جايه عايزه تشارك فيها؟ احنا تاهلنا السودرمان كوب اللي هي بطوله العالم للميكس تيم فدي حاجه انا متحمسه لها السنه الجايه ان شاء الله. طب هو الاختيار بيتم على اساس ايه؟ انتوا بتخشوا اكتر من لاعبه ولا معروف مين اللي هيلعبها؟ احنا المنتخب اللي لعب افريقيا هو اللي اتاهل لها فاظن كم بنت كم لاعبه؟ لا اربع بنات بيختاروا منها اللي هيمثل ولا في لا كلنا كلكم بتروحوا وعلى ضوء يعني انا قصدي اقول ان انتوا الاربعه هتتاهلوا للبطوله دي هتلعبوها احنا الفرقه كلها اولاد وبنات كلها اولاد انا قصدي اقول يعني على اللاعبات انتوا الاربعه هتروحوا تلعبوا ما فيش سيلكشن بيحصل زي منتخبات الكوره او بتاع بنلاقي فيه ثلاثه مشوا اربعه تاخدوا لا احنا اللي اتاهل هم ان شاء الله. طب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع ابطال افريقيا هنعرفكم اكتر عن اللعبه ونشاتها وازاي نلعبها وايه الانديه اللي بتلعبها في مصر ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد مكملين كلامنا وحوارنا مع ابطال افريقيا الريشه الطائره. احمد انا جيلك في المحليه انت عشان تخش منتخب لازم تلعب ماتشات ولازم بالزبط. تلعب نشاط محلي. النشاط المحلي شكله ايه؟ عدد الفرق المشاركه ايه؟ بنعرف الناس معلومات ما يعرفوهاش. احنا يمكن الانديه المسجله بتلعب ريشه اللي مسجله في الجمعيه العموميه وليها حق الانتخاب زي ما بيقولوا يعني هم 9 انديه الشرطه والجيش والزهور وهليليدو والشمس وهليوبس الشروق وفي 3 انديه من بني سويف. بني سويف 3 انديه ما شاء الله يبقى كده 9 بالظبط. يمكن المنطقه الوحيده اللي شغاله غير اي نوادي في القاهره او في الجيزه هي بني سويف ودي كانت حاجه يعني احنا بنحبها جدا هي يعني غريبه شويه لان يمكن ثاني اكبر محافظه للاسكندريه للاسف التواجد مش موجود قوي يعني ابتدت تخش منطقه الفيوم
في نادي قارون وفي نادي الفيوم. في بس النشاطات مش كافيه عشان يبقى مسجل في الاتحاد. هو عشان لا هو مسجل يعني اصلا بس يبقى في الجمعيه العموميه بالظبط. هو لازم يشترك في 70% من البطولات المحليه بالظبط كده. انت بتلعب انت بتلعب لمين؟ انا حاليا في نادي الزهور. انا كمان الزهور. تمام. طيب قبل كده كنت في نادي اتحاد الشرطه واتنقلت منه 2013. حلو. 9 فرق دول بيلعبوا مع بعض دوري وبيحصل اختيار للمنتخب منها. مش بالظبط. هو المنتخب بيختير من البطولات الفرديه. ممتاز. اللي هي بطوله الجمهوريه. جمهوريه عشان عليها اعلى نقط. بالظبط. فهو بطوله الجمهوريه بياخد التصنيف، بيكون طبعا مدير فني لكل مرحله سنيه. احنا عندنا بطولات الجمهوريه بتبتدي من 11 سنه. تحت 11 سنه 13 15 17 19 فيرست. فردي. بالظبط. فردي وزوجي وزوجي مختلط. لا انا قصدي اقول ان هو 13 15 يعني مثلا السله 14 16 بالظبط مرتبط 15 17 19 انت فرد بالظبط كده على حسب قانون الاتحاد الدولي. مش شرط يعني بس هو البطولات الاتحاد الدولي فيه اللي هو اولمبيات الناشئين مثلا هو اندر 18 تحت 18. انتوا ماشيين حاجه بقى ما اعرفش بقى في بطولات تحت 19 يعني هو في كده وفي كده. كده فعشان انتوا مختارين ده. ده بالظبط ده الرولز اللي ماشيه في تبع الاتحاد المصري. تمام. فكل مدرب للمنتخب بيشوف بطولة الجمهورية للمرحلة السنية اللي هو ماسكها بيختار منها المراكز الأولانية طبعا. ولو في حد رؤية فنية هو شايف ان هو مثلا لعيب كويس جدا بس السنة دي مثلا كان عنده ظروف وما لعبش كان عنده ظروف وخبط المصنف الأولاني مثلا في أول ماتش مثلا فبيحصل له زي سيلكت كده لوحده ويخش يعمل تصفيات مع الأحسن الناس موجود عشان يبقى في تكافؤ للفرص. القاعدة تقريبا كم لاعب وكم لاعب اللي هم يعني مش قاعده كلها الارقام دي القاعده اللي هم بيخشوا المنتخب او قوام المنتخب. قوام المنتخب بيبقى من 6 ل 8 6 ل 8 بس الاساسيين بيبقى 4 و4 يعني 6 ل 8 ده اللي بيختاروا في الفيرست سيلكشن او التجميع الاولاني وبعد كده اولاد وبنات. طب جانا انت لسه بتلعبي ناشئين ما انت طبعا 17 سنه يبقى لسه عندك انا فهمت لسه عندك 17 سنه هتلعبي سنه كمان بتهيالي وبعد كده طلعت تلعبي 2 3 19 فلسه ما شاء الله عندك 3 سنين لسه ناشئات. ترتيبك او رانكك في الناشئات ماشي ازاي؟ انا بلعب محلي سنه يعني بيكون سنه بلعب مع 2004 وسنه 2003 ف 2004 دي باخد اول جمهوريه ومع 2003 بكون ثالث عشان هم اكبر مني. والسنه بتفرق السنه بتفرق في الفيتنس بتفرق بتفرق كتير ده الشهر بيفرق. طب قولي لي انت اتفرجت على ماتش الاهلي والزمالك اللي فات؟ يعني طب عرفت النتيجه شفت الاجوان؟ ايوه اتبسطتي بالاجوان؟ انت اهلاويه؟ انا يعني مالكيش في الكوره يعني شويه. طب بس انت اهلاوي طبعا. انت اهلاوي طبعا. انا عرفت ان انت كنت بتلعب كوره في الاهلي. انا كنت في ناشئين الاهلي بس الكلام ده زمان قوي كانت سنه 98 99 كنت في ناشئين الاهلي وكنت مع كابتن بدر رجب. ايه ده؟ كان بجد يعني انت نشأتك في البدايه كره قدم بالظبط يعني انا اعتقد ان هو اي ولد صغير في الفتره بتاعه التسعينات كان كلنا بنلعب كوره. بس مش انت دخلت لا انا كنت بلعب يعني كنت بلعب فعلا انا كنت سترايكر مهاجم يعني. اوبا طب انت شفت الماتش اللي فات؟ طبعا طبعا استنيته واتفرجت عليه انبسطت يعني كنت متوقع النتيجه دي؟ ما كنتش متوقع النتيجه دي في الاول انا كنت متوقع ان احنا هنكسب كلنا كنا وكنت متاكد ان احنا هنكسب خصوصا بعد خساره الدوري اللي فات فكان الحوافز مختلفه تماما الفرقه نازله عارفه هي عندها ايه وعندها هدف واضح خصوصا ان فريق الزمالك فريق تقيل وابتدى اول ماتشين كويسين واتخدع بنتيجه البنك الاهلي ماتش الاهلي مع البنك الاهلي وحصل هجوم على سمسماني على الخطه يعني طبعا يعني فحصل يعني زي يعني كانوا نازلين مش زينا يعني نازلين مريحين شويه لان هم ضامنين المكسب وحصل العكس تماما بعد النتيجه الاولانيه بعد الشوط الاولاني لا خلاص كل الناس توقعت ان خلاص النتيجه هتفتح وطبعا يعني كان في هتافات لكابتن خالد بيبو يعني طبعا ان السته يعني بالذات بعد بعد جون ضربه الجزاء الاخيره بتاعت المعلوم خالد بيبو طبعا افتكرنا الماتش الكبير ده لا يعني انت مهندس احمد انا مهندس مدني شفت بجيبهم انا على طول الكلام والنضاره ولا ايه؟ لا والله لا بجيبهم انا بجيب التركيبه وتسلسل الاحداث وتسلسل التفكير مهندس مدني طب عملت في نفسك كده ليه؟ الهندسه ولا جدا لا شاقه جدا الهندسه مدني مع الرياضه انت بتعمل ايه؟ انت تلاقيك يعني بتنتحر والله يعني هو اللي عايز يعمل حاجه بيتعب سمع عشان يوصل سمع؟
وجانا تتعب. فكون ان انا احاول اربط ما بين الاثنين، انا متهيألي ان مفيش رياضي ناجح فاشل دراسيا. برافو عليك. صح. يعني انت بتقول حكم النهارده. لا يعني الحمد لله. صح. وانت على فكره يعني انا كلمنا دردشنا في الفاصل، انت شاطره. بس انت داخله نظام اللي هو التعليم الانجليزي صعب قوي. صعب. بس انت ماشيه كويس. يعني الحمد لله كويس. اكتر ماده طيب بتتعبك ايه ولا بتاخد منك وقت؟ ماث. الماث بكرهه. انت شكلك كده مش هتخش هندسه. كفايه كانت شكلها فعلا. اللي بيخش هندسه او شايفه بيبقى بيتعب كده. لا بس انت قدها. قولي طيب وايه تاني من المواد اللي بتتعبك؟ انا اخذت السنه اللي فاتت بيولوجي وكيمستري وماث وانجلش وجيرمن. هو الماث بس اللي تعبك؟ الماث كارثه بصراحه. بيبر كام بقى اللي بتتعبك اكتر؟ بيبر 2. بيبر 2 اللي فيها كل الافكار وكل المقصات. خلي بالك برضو يعني زي ما قال احمد او الباشمهندس احمد او الكابتن احمد، اقول بقى زي ما اقول بقى، انه مش هتلاقي حد في الرياضه كويس الا لما يبقى في التعليم كويس. وانت قاعده كده وبتتكلمي معانا في ناشئات صغيرين بيتفرجوا عليه وهياخدوكي مثل اعلى. لا ما تضحكيش، دي حقيقه. يعني هتلاقي دلوقتي اللي عندهم 10 و9 سنين شايفينك عايزين يبقوا زيك. دي حقيقه. طيب انت شايفه ان ممكن التعليم يعطلك عن اللي انت جايه عليه او اللي انت عايزه تخش عليه؟ هي التايم مانجمنت بين الرياضه والدراسه صعب جدا. اداره الوقت دلوقتي. لان بيكون كمان عندي ساعات جلسات علاج طبيعي، لازم اخد بالي بقى من نيوتريشن، التغذيه، الدراسه وامتحانات رياضه. طب ايه اللي خلاك في الاصل يا جنى تختاري الريشه الطائره؟ يعني معلش مش اي يعني لا العاب المضرب دي كنت ممكن تروح سكواش لو بتحب، كنت تروح تنس. والسكواش عندنا احنا برازيل العالم في السكواش. ليه اخترتي ريشه الطايره؟ انا بدات وانا عندي 6 سنين تقريبا وجربت كل اللعب يعني في الاول. لعبت سباحه ولعبت باسكت ولعبت لعبت كل حاجه تقريبا في النادي، بس اختي استقرت على الريشه. اختك؟ يعني كنت ماشيه ورا اختك؟ اختك كبيره. انا ما اخترتش، هي اختي اللي اختارت. اتفق الاسره المصريه يعني. لازم البنتين يروحوا نفس التمرين. انا واختي كبيره. انت اختك الكبيره هي استقرت على الريشه. فعجبتك؟ عجبتني وكملنا بقى احنا الاثنين. وانتوا انت بداتي في نادي الزهور عشان هو فيه اللعب. بدات في نادي الزهور من وانا 6 سنين بس. طب وبابا وماما ما وحلوش يوجهوكي في لعبه تانية؟ لا، هي بابا وماما كان اهم حاجه بالنسبه لهم ان يكون عندي رياضه، بس انا طالما في رياضه مش فارقه معاهم ايه يعني. يعني ما هم سابوك انت اللي تختاري. طيب هروح لابو حميد. اللعبه مكلفه جدا. شفت بقى انت خدت نفسك. دي حقيقة. لعبة مكلفة جدا وتمن الريشة غالي. يعني الريشة مثلا تمنها كام؟ احنا عندنا نوعين من الريش. الريش اللي موجود في المنافسات المحلية. ايوه. هو ده الريش البلاستيك. والريش الموجود في المنافسات الدولية او البطولات العالمية. وده الريش الطبيعي. طبيعي صناعي وطبيعي. بالظبط كده. الصناعي اللي هو ريش بلاستيك. تمام. احنا بنستخدمه في البطولات المحلية عشان مش مكلف قوي، لان الريش الطبيعي يعني في الماتش احنا ممكن نستخدم يعني ما يتراوح من 10 ل 12 ريشه. ليه بيبوظوا؟ بيتكسر. تكسر يعني بالزبط. الطبيعي انت بتستهلك من 12 ل 14 واحده في في الماتش. طيب ممكن اكتر لو الماتش كام الطبيعي؟ مش عايز اخد. يمكن ممكن الريشه الواحده توصل ل 70 او 90 جنيه. يعني احنا بنتكلم 70 يعني مثلا نقول 5 دولار. مثلا 5 دولار. يعني انت بتتكلم في الماتش الواحد نقول افريج 12 14 ناخد قول 10 عشان تبقى حسبه سهله. تمام. يبقى 5 دولار في 10 يعني انت الماتش الواحد 50 دولار تقريبا. تمام. يعني انت كده ممكن لو لعبت لك يعني قول لا مش 50، ممكن نعمل مثلا 60 دولار. 60 دولار لو لعبت لك 5 ماتشات 300 دولار. شكرا. شكرا فعلا. شكرا فعلا. ده احنا بنتكلم كده الخمس ماتشات تلعبهم في يوم. ده في تمرينه. ده بس انت طبعا مش هتلعبه بقى، احنا كده خراب بيوت. لان انت لو لعبت طبعا هو الفكره ان احنا هنا بنلعب بالبلاستيك بقى. بس بتفرق في الوزن. بتفرق في الوزن وفي السرعه وفي الضربه. يمكن يعني جانا ممكن تكلمنا عليه لان حصل لها كذا اصابه بسبب الاختلاف. ازاي اللي حصل؟ انا بيجي لي اصابات كتير جدا وبسبب كمان الريشه سرعتها مختلفه. البلاستيك والطبيعي. بلاستيك وطبيعي. وبيجي لي حاجات بقى في كوعي وكتفي وحاجات كده. طب انت بتلعبي الطبيعي في الماتشات يعني الاصابات دي بتحصل لك في الماتشات الدوليه يعني الماتشات اللي بتتلعب الطبيعي؟ ممكن. عشان بتلاقي في فرق بين السرعات. ولما بنرجع بقى تاني بنبقى بنلعب ببلاستيك، نرجع نلعب ببلاستيك عشان نبقى عندنا بطولات محليه،
فبيجي لي بقى تنس قلبه على طول، كتفي مصاب دايما. الف سلام عليك. بس انت مع الخبره ان شاء الله تبقي زي احمد ودرجه ادبت نفسك ازاي تلعبي بالريشه دي وريشه دي. طيب احنا طبعا عشان الاتحاد المصري يقدر يجيب الريشه الطبيعيه دي يملكوا منافسات بيها عايز ميزانيه لوحده اسمه ميزانيه الريشه. بالظبط. فطبعا ده صعب قوي. مع الاتحاد بيصارع عشان يوفر الموارد تبقى الامور صعبه، فبيضطر يعمل لكم البديل عشان النشاط يستمر اللي هي البلاستيك. هو البلاستيك فعلا. طب المضرب سعره كام؟ يعني المضرب البروفيشنال اللي هو عشان نقدر نكلم ولد يلعب بمضرب ينزل بيه منافسات في بطوله يعني لا يقل عن 1000 ونص 2000. احنا بنتكلم في 100 دولار. 100 دولار 110 دولار 120 دولار. ممكن تكسر لك مضربين ثلاثه في السنه. يعني وارد. صح؟ وارد بس يعني لو حد يعني ما بيحافظش على المضرب. يعني المضرب برضو مكلف. طيب والمضارب دي اوزان ولا زي السكواش كده بيبقى فيه 80 جرام 100 جرام 120 جرام؟ احنا يعني غالبا معظم المضارب البروفيشنال بتتراوح ما بين 84 ل 85 جرام بلس اور ماينس 1 جرام يعني. طب يعني برضو انا قريت تقارير انه لعبه الريشه الطائره اسرع لعبه في العاب المضرب بالرغم ان الريشه فيها حته معينه كده طبعا يعني اساتذتنا تبقى في الاول سريعه بعد الضربه وبعد كده تبطئ. فازاي هي اسرع؟ ازاي هي اسرع؟ بس خلينا نسمع اجابه السؤال ده بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل ونرجع نعرف مزيد عن اللعبه دي. تابعونا هتعرفوا حاجات كتير لعل وعسى حد يكون بيتفرج علينا ويبقى نجم او يعني يهتم باللعبه ونبقى ساهمنا في نشر اللعبه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع ابطال افريقيا للريشه الطائره جانا اجيلك. بتمرني كام تمرين في الاسبوع؟ بتمرن كل يوم تمرين الا الجمعه. ما عدا ايه؟ الجمعه. جمعه بس؟ وبالتالي في اوقات بتتمرني كمان يعني ممكن يبقى عندك ماتش تنزل الجمعه. وتمرينك بيبقى قد ايه؟ ساعتين تقريبا ثلاث ساعات. ساعتين تقريبا حسب البطوله. امتى يعني؟ امتى وعدد الوقت بيروح ويجي على بيطول او بيقصر على حسب التمرين. طب انت وحمد بتمرن كام تمرين في الاسبوع؟ حاليا ولا عاده؟ لا احنا نتكلم متوسط يعني هنقول في العادي وقبل البطولات بيبقى قد ايه؟ قبل البطولات متعرف عليه كل يوم. كل يوم؟ ويمكن انا عندي يعني مش عارف انا نفسي اشكر الجزء الخاص بالشركه عندي لان هو يعني بيتيحوا لي الفرصه ان انا اكيد بس مش عارف انا اشكر اسامي بس لا هم بيساعدوك. بس هم فعلا يعني ده انا ما كنتش متخيل ان ممكن الاقيه ممكن تبقى في المجال العمل يعني. بس هم فعلا يعني نشكرهم معاك واقفين في ظهري يعني جدا. احنا بنضم صوتنا لصوتك واي حد بيساعد بطل على ان هو يبقى بطل بنشكره. بس خلينا على الهاتف. الانجاز ده لازم عشان يحصل بيحصل من تخطيط جيد، بيحصل من ناس اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى، اشتغلت، انتقت اللاعبين، طبقت العدل. معانا الكابتن هشام التهامي رئيس الاتحاد السابق بقى واللي هو الحقيقه والد هذا الانجاز. اهلا بيك يا كابتن هشام. اهلا بيك كابتن هيثم. ازي حضرتك وازي ضيوفك اولادنا كابتن احمد وجانا؟ والف مبروك طبعا لينا كلنا ومشكر جدا على مقدمه جميله. لا ده حقك يا كابتن. وحضرتك يعني والد هذا الانجاز واشتغلت اربع سنين تعبت فيهم اخلصت النيه ربنا كرمك. وكمان اللي انا عرفته ان حضرتك ما خدتش الانتخابات كمان اللي حصلت امبارح واللي فاز بيها الكابتن علي حسب الله. طب ليه ما نزلتش الانتخابات يا كابتن؟ والله الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت دي انا زي ما حضرتك قلت اديت باخلاص واديت وقت كتير قوي قوي للعبه وللاتحاد عشان نعمل الانجازات اللي حضرتك شايفها دي. فطبعا اثرت على عملي الخاص يعني. فانا قلت لا انا اشوف بس عملي وشغلي الفتره الجايه دي لان انا قصرت معاه كتير قوي. فان شاء الله يبقى وانا متواجد برضو. الواحد ممكن يشتغل من بره المنصب وجوه المنصب. اللي عايز يعمل حاجه اكيد هيعملها مش لازم يكون ليه منصب بصراحه. بس الحمد لله يعني احنا متعاونين والمجلس الجديد برضو متفائل بيه جدا ومجموعه متميزه بصراحه. وانا واثق ان هيعملوا انجازات اكتر بكتير من اللي احنا عملناها ان شاء الله. كابتن هشام انا بهنيك الحقيقه. انا يعني سامعك بتتكلم وانا بهنيك ويعني اتمنى حضرتك تتقبل مني كافه يعني او كل جوانب الاحترام والتقدير. حضرتك راجل امين مع نفسك. حضرتك بالرغم الانجاز اللي عملته كنت ممكن تحتفظ بالمنصب او بالكرسي وما يفرقش معاك ان انت تديله وقت او ما تديلوش وقت. انا بهنيك يا كابتن على صراحتك وعلى امانتك. شكرا والله. طب كابتن انت اكيد قبلك صعوبات في خلال الاربع سنين اللي فاتوا. انت شايف الصعوبات دي ايه؟ على الاقل زي برشامه صغيره او زي يعني ميمو صغير هتقدمه للاتحاد اللي جاي بعد منك، ايه المشاكل اللي قابلتك؟
هو طبعا المشاكل ان احنا مش واخدين ان الرياضه يعني احنا واخدينها هوايه مش واخدينها احتراف. احنا لحد دلوقتي طبعا في الريشه الطايره واخدينها برضو كهوايه، لكن لازم يبقى تخللها شويه احترافيه في الاداء او في الاداره، بحيث ان انت لازم تعمل نظام يمشي عليه منتخبات الاداره عندك في الاتحاد، لازم تكون برضو على قد المسؤوليه والكفاءه، ان كميه البطولات اللي بتطلع لازم يكونوا في بطولات وفي اجراءات، وبالذات بعد طبعا الاجراءات الجديده بالكوفيد 19 اللي احنا عدينا بيها السنتين اللي فاتوا دول، كان الاجراءات صعبه جدا، كان لازم يكون في متابعه دايمه للاداره وللمنتخبات والتدريبات والاجراءات اللي احنا المفروض بناخدها عشان نحمي اولادنا ونحمي كل اللي شغالين في المنظومه بتاعتنا. ف اهم حاجه يكون عندك خطه، واهم حاجه يكون انت بتتابع الخطه ويكون عندك صبر وعندك اخلاص في اللي انت بتعمله، بنوصل اكيد لنتائج زي ما حضرتك شايف كده، ويمكن ان شاء الله احسن الفتره الجايه. طب كابتن هشام، حضرتك نجحت في الاتحاد الافريقي. الحمد لله. طيب من 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 واقع منصبك في الاتحاد الافريقي، هل في ما تقدمه لمصر؟ وكمان انا عارف ان حضرتك هتحتفظ بمنصبك جوه الاتحاد كممثل دولي، وده موجود في اغلب اللوائح ان اللي بيمثل مصر في الهيئات الرياضيه الدوليه بيحتفظ بمقعد في مجلس الاداره، بس الاهم هو منصبك في منظمه الاتحاد الافريقي، هل يعني عندك ما تقدمه لمصر من خلال منصبك ده؟ هو الحمد لله يمكن احمد قاعد معاك كمان وكان عارف ان بطوله افريقيا اللي احنا خدنا فيها الميداليات والفوز دي كلها ما كانتش في ميعاد مناسب، لان كان عندنا في نفس الوقت ميعاد بطوله كاس العالم. فالاتحاد الافريقي كان مصمم يلعب البطوله في الميعاد اللي هي في نفس ميعاد اللي احنا بطوله العالم، واحنا مشاركين في نفس المكان، فكناش هنشارك في بطوله افريقيا طبعا عشان احنا هنشارك في بطوله العالم. لكن وجودي في الاتحاد الافريقي في اول اجتماع كمان اللي هو كان لسه تعارف، عرضت في جدول ما يتقدم جدول اعمال تغيير ميعاد بطوله افريقيا، وده كان حاجه طبعا صدمت المجلس اللي معايا في افريقيا، ان احنا اول اجتماع بدل ما يكون تعارف شغل على طول وتغيير في مواعيد، ودوله منظمه اعترضت طبعا في الاول، لكن مع الاصرار وبينت لهم قد ايه مصر اهميتها ان احنا نلعب البطوله دي، وازاي افريقيا تكون مش ممثله اذا كانت في كاس العالم، لو ما رحناش كاس العالم واحنا لعبنا افريقيا يعني اختار بين اثنين. فالحمد لله بعد نقاشات عنيفه جدا الحمد لله احنا قدرت ان انا اغير ميعاد البطوله، والناتج ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا يمكن معظم المراكز. يعني سبع ميداليات ما شاء الله يا كابتن هشام. سبع ميداليات ربنا ومجهود من اولادنا طبعا والمدرب بتاعهم والاداره كلها ما شاء الله ومجلس اداره كامل يعني. يعني انت اوريدي من خلال منصبك في الاتحاد الافريقي قدمت لمصر يمكن هذا الانجاز، ما كان يحدث لولا تدخل حضرتك وشرحت وجهه نظرنا، خاصه ان مصر دوله ثقيله وانه عدم وجودها في اي بطوله طبعا بيفقد البطوله كثير من الوزن. فطبعا انت يعني اكيد قدمت خدمه كبيره جدا لبلدك مصر طبعا ان انت اجلت البطوله، وفي الاخر احنا كسبنا وحققنا انجاز كبير وتاريخ بيتضاف لنا. بصراحه كابتن هشام انا اتمنى لك كل التوفيق، واكيد لسه عند حضرتك كتير تقدمه لكره الريشه في مصر. بشكرك شكرا جزيلا كابتن هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري السابق للريشه الطائره، ويعني احد الكوادر الاداريه الناجحه والصريحه والامينه مع نفسه اللي فضل ما ينزلش الانتخابات لما حس ان وقته مش هيكون كله للاتحاد. يمكن اجي لك يا احمد، هل الفتره اللي فاتت شهدت معسكرات كتير، شهدت تجمعات اكتر، يعني حسيت ان اكيد الانجاز ده ما جاش من فراغ؟ الانجاز يعني جه الفتره اللي فاتت دي، احنا لعبنا بطولات فيما بعد التوقف بتاع الكورونا، كان عندنا الاولمبيكس طبعا الثلاثه المشاركين فيها كان الحمد لله لعبوا كذا بطوله قبل ما يسافروا الاولمبياد. بعد فتره الاولمبيكس كان احنا كان عندنا الاداء بتاعنا عشان بطوله العالم. بطوله العالم اللي كانت في نفس ميعاد بطوله افريقيا. بالظبط، ويمكن ده فعلا زي ما كابتن هشام قال ان احنا اول ما نزل الكالندر بتاعت الاتحاد الدولي لانه نزل بطولات كتير بمواعيد معدله بعد التوقف، فكان في بطولات كتير مؤجله منها بقى بطوله العالم دي وبطوله العالم بتاعت البنات اللي كانت في الدنمارك. وكان الاتحاد الافريقي اوريدي منزل ميعاده، فحصل ان الاثنين بقى اوفرلاب عليهم في نفس التوقيت. ويمكن زي ما كابتن هشام قال لحضرتك ووضح ان هو عرض ان احنا ما ينفعش مصر ما تبقاش موجوده،
في بطوله افريقيا. انت كده بتتعمد ان مصر ما تشاركش لو انت عملت اصريت على الاول بالظبط. لو كان اصر انما هو في الاول ما كانش يعرف لانه كان منزل الميعاد قبل ما الاتحاد الدولي يعلن عن. بس لو تعارض الاتحاد الدولي مع افريقيا لازم الافريقي هو يرجع في كلامه. طبعا الاقل كاتيجوري يعني هو اللي بيغير. وفي نفس الوقت ما كانش ينفع مصر ما تبقاش موجوده في بطوله العالم، لان احنا اول مره نتاهل عن افريقيا. فازاي افريقيا تتاهل؟ اول اجتماع بعد الانتخابات دي حقيقه فعلا بالظبط. ودخل على طول مصلحه مصر ما تستناش ان الواحد ياجل. يا ريت كل الناس يعني ان شاء الله تبقى تاخد كابتن هشام قدوه انه يقدر يعني يحارب مصلحه مصر. طب طب جانا اجي لك يعني خلينا نتكلم عن الفتره اللي فاتت. يمكن انت 17 سنه ما لحقتيش تشوفي برضو يعني امور كتيره، بس اكيد انت ليكي مثل اعلى. شايفه حد على المستوى المحلي شايفاه انت عايزه تكوني زيه؟ مين؟ كابتن هادي حسني طبعا. كابتن هادي حسني هي عضو في البرلمان. ف كانت بتلعب ريشه طايره؟ وهي كانت قدمت ان هي تكون رئيسة الاتحاد. راحت اولمبيكس كذا مره. صدقني انا اول مره اعرف المعلومه دي. انا اعرف طبعا ان كابتن ناديه حسني، بس اول مره اعرف انها بتلعب ريشه طايره. بتلعب ريشه طايره. انت 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 هي مثلك الاعلى عايزه تبقى عضو البرلمان كده و... يعني قدها ودود ليه لا؟ ان هي ناجحه ما شاء الله في رياضه ودراسه وما شاء الله يعني اكيد. طب انت اختك الكبيره لسه بتلعب؟ اختي بطلت، بس اختي برضو كانت بطله برضو. دخل الجامعه؟ دخل الجامعه. بتدرس ايه؟ ابلايد ارتس جي سي. طب كويس ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب وتبقى احسن من احسن لاحسن. طب احمد خليني برضو اجي لك في ما هو قادم ان شاء الله. انت اكيد ليك بلان مع المنتخب وليك بلان مع المستوى الفردي طبعا. ايه البلان بتاعتك؟ احنا حاليا بعد بطوله افريقيا عندنا البطوله اللي جايه بطوله افريقيا للسنه الجديده بقى ان شاء الله. يمكن هي هتبقى في شهر 2 2 ده على طول بالظبط. هي لسه بس ما تحددش مكانها. هل ممكن مصر تستضيفها ولا صعب عشان لسه اتحاد جديد؟ لا مش صعب عشان اتحاد جديد، لان هي الصعوبه ان احنا لسه واخدين اخر بطوله قبل دي اللي هي 2020. فكان هيبقى صعب ان مصر تستضيف البطوله سنه وسنه. افريقيا الجزائر عشان بس نبقى. اتمنى ان ما تروحش الجزائر عشان ما يبقاش المنافسه قوي. اتمنى ان احنا ما نروحش لسبب ان احنا كان ماتش الفاينل يمكن احنا ما اتكلمناش عليه على البطوله اللي فاتت. كان ماتش صعب جدا. البطوله طبعا اجواءها كانت صعبه، لان احنا كنا بنلعب المنافس بتاعنا اللي هو الارض صاحب الارض اللي هي اوغندا، وكانوا عاملين فعلا طفره. وهو منتخب الجزائر صحيح قاعد فرنسا على طول؟ دي حقيقه. بيتمرنوا قاعدين فيه وبيلعبوا في الليج هناك اللي هو الدوري هناك الدوري الفرنسي. وكسبناهم 3-1 في الفاينل الحمد لله، ده كرم من ربنا يعني. صعوبه الماتش ما بين مصر وما بين الجزائر زي اي دولتين عربيتين، بيبقى الماتش واخد يعني في شويه عصبيه شويه بالظبط. بيبقى واخد اتجاه مختلف عن الرياضه شويه، بيبقى في العصبيه العربيه شويه. عادي مفيش مشاكل للاسف يعني. دي حلاوتها. الحمد لله ان الحلاوه دي ربنا كرمنا بيها. صعوبه الماتش ده ان احنا كنا البطوله في مصر الجزائر كسبت اللي هي كانت 2020. انت حكيت لي صح فعلا. فلما جينا نلعب الفاينل مع الجزائر كان في ناس جديده او اعضاء في اللعيبه جداد جايين من فرنسا احنا اول مره نشوفهم. ما كانش في. فكانوا مدعمين الفريق بناس احنا ما نعرفهمش. فيعني المنتخب اللي احنا نعرفه عارفين بيلعب ازاي. قاعد في فرنسا وبيتمرن في فرنسا. لما بيجي لك اشكال جديده طبعا او وجوه جديده بيبقى الموضوع بيبقى صعب. بالظبط. معلش يا ابو حميد طبعا وقتنا انتهى، بس انا سعيد جدا بكلامك وبسعيد وبكتشف امور جديده لاول مره اسمعها عن ريشه الطائره. احمد صلاح وكابتن منتخب ريشه الطائره بشكرك، نورتني وشرفتني. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. جانا هشام لاعبه منتخب مصر وطبعا الصاعده الواعده بشكرك، نورتينا وشرفتنا. شكرا لحضرتك. شكرا. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده مع ابطال افريقيا للكره او لريشه الطائره. معلش دايما تاخد واخد على الكره، بس ريشه الطائره لعبه تستحق الاهتمام. تابعوها وشوفوا اخبارها وهيبقى ليها مزيد من الاخبار معانا. بشكركم شكرا جزيلا، والحلقة جديدة مع الأبطال.